FM. الكلمة ليك. عناوين الفشل كيف ما قلت لك، فما مقاومة فساد ما كانتش بالسرعة اللي كانت مرجوة. حوكمة رشيدة ما وقعش، معناها إقرارها وما كانتش ملموسة. الاستثمار في الجهات، نرجع، والاستثمار كمعنى إصلاح لمنظومة تشريعية، كيف الزوز صار فيهم بطء كبير. هذه شفناها احنا أشياء لا يمكن أن تنتظر. الشاب التونسي اليوم ما عادش ينجم ينتظر تقول له أنت عندي أهداف متوسطة المدى وبعيدة المدى، وهو فما مؤشرات، فما رسائل طمأنة وتكون في إطار الشفافية والصراحة بطبيعة الحال والصدق مع المواطن التونسي والشاب. نعطيه أنا ماذا يمكن أن، شنية الأشياء اللي ممكن نحققها اليوم، وشنية الأشياء اللي أنا نحضرها لك كأرضية الغدوة. هذه ما شفناهاش واضح في حكومة الحبيب السيد. الكلمة ليك.